الأمور في الأجواب والبهارات دي الناس تعمل حسابها والناس تكون حذرة في التحركات عامة الناس تجري الناس تلبس ترينينجات وتطلع الشارع فات شنو دارين الناس تكون سليمة زي ما بيقولوا كلام أكثر شيء مهم يعني الناس تكون سليمة تحاول تكون أنت سليم وتنصح الناس اللي حولك إنه لا الناس ما تخرب الناس الناس تكون تعمل حاجة واعية تبتغي الحذر من الغلط اللي بيحصل القلم استخدم قوة القلم لما يقول لك القلم أول حاجة خلقت إنه أنا قال أبو حاج خالد إنه أهم حاجة الكتابة أهم حاجة إنه أنت تقدر توصل معلومتك للناس القلم أول حاجة اتخلقت في زمن الليل أنا والقلم كيف اتخلق القلم اتخلقت أول بدأ بالنور طيب أنا بقول لك ذاته هو القلم ده معناه البيان يعني ما معناه إنه القلم البيان اللي كتب به ذاته شكل البيانات بتاعت النور النور جه طالع وبعد منه الفضاء فالبيان أهم فنحن دايرين نركز في البيان والناس دي أقوى سلاح أقوى من أي حاجة الناس تنشر كتير أستاذ في الفيس عن الموضوع بتاع أي حاجة أنت اللي تنشره والهاشتاج أنشر والهاشتاج أهم حاجة دي اللي بتقدر توصل اللي يبقى الترند الهاشتاج يبقى ترند ويصل للعالمية وكده أو ونلفت يصل العالمي عشان نلفت الإعلام الخارجي يعني من الموضوع خطير لأنه ما بزول مركز مع السودان كتير زي ما نحن شايفين ودي عشان كده اخترنا الغنية دي لالة الدكتاتورية اللي هي حنشرحها عندها طريقتين اللي هي الطريقة الأولى لالة الدكتاتورية لالة حكومة سيارة ري ماينر و لا ماني لا الكوردين بس الصوت ممكن فيه طرطة ثلاثة مهم في ده تشوف الكوردات بعدها لا للدكتاتورية لا لحكومة سيانية لا الطريقة الثانية الطريقة دي اللي قلناها بالانجليزي عشان الناس اللي بتعلم بالانجليزي اللي هم دي ماينر واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة ضربات في الحرف ده أربعة ضربات حرة تاني الكوردات التانية اللي هتكون فيها نقلات 1 2 3 تمشي هنا حرف المي أقولها لكم بالفرنسي اللي هي الدوري مي والحاجات دي في الريحة أنا أضغط أربعة ثلاثة 1 2 3 مي فا تمام ف هتكون 3 في حرف ده من حاسس من هنا ماشيين هنا ماشيين الفا تمام هناخد خطفة هناخد خطفة في حرف الميم اللي 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 في الدو 1 2 3 1 تمام اللي هي عرفنا الحروف بس انا داري اوريكم انه الخطفه حركه الخطفه ده انه الخطوه 1 2 3 نا نا كده انتهينا من الكوردات كوردات سهلة بس الناس تعرف الانتقال كيف والريزم وكده في طريقتين الطريقة اللي هي سهلة والطريقة اللي فيها الكوردات الأكتر فكده بس المعلومة اللي ناي أي زول يوري المعاو أي زول بادي يتعلم معك جيبه يشترك في القناة
اي زول بادي مهتم بالموسيقى والفنون الحياتية ومعاك اشترك في القناة برضو. اي زول فيكم بس زول مشغل الناس مشغلين النت وتجمعوا النت يعني قولوا الموضوع الهاشتاج ده انه انت عامل الهاشتاج انت سخاش النت شايف الناس ما خاشين النت انت خاش النت عامل الهاشتاج كلم جنبك العامل النت كل زول بس كلم اثنين معاه وكده ربنا يسهل ان شاء الله. والتعليقات اللي قلنا تحت وبيس.